مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. Oh,
سابقا في الأب الروحي. عرف الدار بيقول ان احنا لازم نبقى في الحياة. انا ما ينفعش يتلعب معايا لعبة زي دي. الدار دي مش دار ايتام عادية. الدار دي يا سيدي بناها ابوك وابونا زين العطار عشان تكون حماية ليه ولجارته. تجارة ايه؟ سلاح. مين بقى شايف ان احنا نبقى مع سليم العطار؟ انا يا حسن. انا بكلمك عشان اقولك ان انا جاهز. انا بقى معاك والرجالة كمان مستنية اشارة مننا. صراحة طلعوا عليه شوية صيع وضربوه وهو مغمى عليه دلوقتي في المستشفى. ايه؟ مبقاش في غير امك. افهم بقى. انا هلعب بطريق تاني ورديت باللي اخدته وهحارب بيه. انا عايزاك تعربن على اي حته ارض تلاقيها للبيع في عيلتكم. قلبي مش مرتاح وانا ما عنديش مانع ان انت تشتغل معانا يا معتصم. ده من عشمي برضك يا باشا. لما ترجع يا حازم في حاجات كتير هنقعد نتكلم فيها مع بعض. المخازن بتاعتي كلها تحت امرك. قولي مروان ممكن افهم انت عايز مني ايه؟ هو مش انت مامتك كانت بتدعي لك دايما تقول لك ربنا يوقف لك ولاد الحلال؟ انا بقى ابن الحلال. العلامه دي حياتي كلها وقفت عليها. انا نفسي ارجع مصطفى. انا خدت لك ميعاد مع دكتور تجميل زميل. ما لقيتيش الا يحيى العطار وتحبيه؟ خارج الحواري ورد السجون؟ ايه رايك في حياه؟ تتجوزيني؟ عشان كده اهلك بعتوا يسالوا عليا. يوم ما نكتب العقد نكتب ورقتنا ساعتها نبل الشربات. اديني يا ستي وفيت بوعدي وكتبت عليك. انا هتجوز رهام الليله. الحظ لما يأتي يخلي الأعمى سعادتي. كنت عارف انك هتفرحي لي قوي. لو حاسس ان الوضع ده مش مريح بالنسبه لك يبقى شويه ونطلق. انا متفق معاك من الاول. نص الليل هكون لوحدي وبسلمك المخازن. بس الوضع عمار طلع اصيل. قال لي كل حاجه من ساعه ما كلمته اول مره. نظرتك فيا كيف؟ شايفك راجل. قصدي يعني عايزه تعملي نفسك راجل. ندى وعز العطار مش ولاد زين العطار. الاتنين مش اخوات على فكره. ندى لازم تسافر من هالدنيا بتيكت وان واي. عز بكلمك على فكره. انا لسه سرق قفل معايا التليفون. قلت لحد ان احنا مش اخوات؟ لا طبعا. هقول لمين يعني؟ سيف العزازي كلمه وقال له كده. سيف ابو رودي وهو ماله مال الموضوع ده؟ قولي لي انت قلت الرودي او مروان؟ هو مروان دخله ايه اصلا؟ والله انت اللي ادرى. هي الهانم بقى مصاحبه من ورايا ولا ايه؟ انت جاي تفتكر دلوقتي يا عز انا مع مين ومصاحبه مين؟ صحيح ده مش وقته. انا مش عارف احنا هنحبب ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. انت عارفه سرك طلب مني ايه؟ يقتلك. انا خلاص مش عارف احميكي. انتي لازم تهربي. الحمد لله على السلامة يا حازم. وحشتنا يا حازم بيه. الله يسعد بينكم. الأسرة عامل ايه؟ معقول برضه تسأل سؤال زي ده وتمانية هو الحارس هنا يعني؟ الأسرة هنا عمالة في رقبتنا يا حازم. ما تقلقش. ما بقتش قلق يا أمير. بتبص لي كده ليه؟ افتكرت الدار واخواتي. هم عاملين ايه صحيح؟ كويسين ومبسوطين. المهم تكون انت مبسوط هنا. مش حد بيخرج من داره ويبقى مبسوط يا حازم. الله جرايا امير فيها. الراجل لسه جاي يعني عايز يرتاح. اتفضل اتفضل حازم بيه. استاذنكم يا جماعه. بقول لك ايه؟ انا عندي خطه امنيه ما تخرش المايه. حلو. ايه هي؟ احنا نكهرب سور الفيلا. تمام. لازم بقى نعرف الناس اللي في القصر. تبقى باظت الخطه. تصدق عندك حق. بقول لك يا تمانية، سموك تمانية ليه؟ اولا عندي الحاسه التامنه. ماشي. ثانيا بحط 8 خطط في الثانيه. واضح. ثالثا بقى وده الاهم، 8 و8 كام؟ 16. و16 على الاثنين 8. الله يفتح عليك. اول مره تغيب عننا كده يا حازم. كل ده حقك عليا. قلت اريحك مني شويه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب والله انت وحشتني قوي. انبسطت هناك يا حازم؟ جدا. شفت بقى؟ مش انا قلت لك هتنبسط؟ بعد كده تثق في كلامي. بس هو انت مالك؟ انا حاساك متغير. عشان لبس يعني؟ لا مش لبسك يا حازم. في حاجه تانية. كلنا بنتغير يا ياسمين. اوعى تكون زعلان مني يا حازم. معلش انا ما كلمتكش بس يعني قلت اريحك مني شويه. مفيش حاجة تستاهل الزعل غير الحاجات المهمة. وأنا في حاجات كتير أوي مبقتش مهمة بالنسبة لي. المهم أكون مبسوط. المهم تكون أنت مبسوط يا أخويا.
حازم، حازم يا حبيبي وحشتني. حضرتك وحشتني اكتر. كبرت وحلوت كده ليه؟ كبرت في يومين يا ماما. هما كانوا يومين بس. وحشتني قوي يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كنت محتاجه لك قوي الفتره اللي فاتت. تبعدش عني تاني كده، انا ما عادليش غيرك. مش هبعد عنكم ابدا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تعال انا عايزك. هاي عمار، ما قلتيش هتعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه يا حسن؟ في اللي خيرتك فيه. ازيك زي كل اخواتك اللي في الدار. انا هفضل هنا في البلد يا حسن. عمار، ثلاث ارباع الرجاله اللي كانوا معاك رجعوا. انت هتقعد عندك بقى تحرس ايه وتشتغل مع مين؟ هحرس الدوار يا حسن. ماشي يا سيدي. ربنا يوفقك. وعموما خليك فاكر ان الدار طول الوقت بقى مفتوح ليك ولغيرك، ماشي؟ انا تحت امر الدار في اي وقت. تحت امرك انت كمان يا ابو علي. يمكن اقدر ارد دين باللي انت عملته معايا. ايه اللي بتقوله دوت؟ مفيش بين الاخوات الكلام دوت. يلا خد بالك من نفسك. خلينا نشوفك قريب. ماشي يا حسن. ها؟ هيعمل ايه؟ هيقعد هناك. يعني مع اني مش فاهم بس ربنا معاه. جايز كده اريح له. يلا يا عزيز مالك؟ لا ولا حاجة يا حسن. بس الوقت حازم مشي وقابله أمير، وادي دلوقتي عمار. الدار بيفضى ولا إيه؟ أنا خايف يوم أمشي أنا كمان. تمشي وتسيبني لمين يلا؟ وبعدين مالك قافش كده ليه؟ مش عارف، بس أنا اللي أنا عارفه إن كل اللي بيمشي من هنا بقى مش عايز يرجع الدار تاني. وأنا بيني وبينك عمري ما تخيلت حياتي من غير الدار ولا من غير إخواتي. بس خايف كده في يوم اصحى لا الاقي الدار ولا اخواتي. كبات مستغربه ليه يا امي؟ ما حضرتك اللي قلت لي ان كل حاجه بميعاد وان انا كده كده كنت هعرف. طبيعي بقى لما اعرف نعمل زي ما عمي شريف ما كان هيعمل لما ماتش، واعمل زي ما زكريا ما كان بيعمل قبل ما يموت، واعمل اللي صالح كان المفروض يعمله عشان ما ترميش رميته دي. كنت فاكرة انك لما تعرف يبقى اكيد مش هتكمل. اصل التجارة دي يا حازم هي اللي ضيعت اخواتك وهتضيع عيلتنا كلها لو كملنا فيها، وانا مش قادرة على اي عذاب تاني. كفاية عليا كده بقى. يا ريت كان ينفع. التجارة دي لو خدت مننا كتير فهدتنا اكتر، وضع ومال وسلطة. العشب هي وعم يسلم بيعملهم طول حياته. مينفعش دلوقتي نيجي نضيع كل حاجة حتى لو كان تمن ده موت. ده بقى اللي انت اتعلمته في الدار؟ هو ده اللي اتعلمته لما عرفت وفهمت. وبعدين حتى لو اتعلمت ده في الدار، هو مين اللي بنى الدار دي؟ مش ابويا برضه؟ لا يرحمه. عارف احنا في غنى عن كل ده، مش محتاجين أي حاجة من الحاجات دي. أنا مش عايزة أي حاجة غير إني أعيش كده حياة هادية وبسيطة زي كل الناس العادية ما بتعيش. عايزة أنام ليلة واحدة وأنا مش خايفة من بكرة. الطريق اللي إحنا ماشيين فيه ده ما فيهوش رجوع يا أمي. عندنا حل من الاتنين، نكمل يا هيتداس علينا، وده اللي لازم حضرتك تبقي فاهماه. قلبك قاسي يا حازم. عارفه ايه اكتر حاجه كانت بتوحشني في الدار غير ان اشوف حضرتك؟ حازم اللي انا سبته هنا. ساعات كتير كنت ببقى عايز اكلمكوا اسالكوا عنه. ترى لسه تافه زي ما هو. اقصى طموحه ان البنت اللي هو بيحبها تحبه. وانت خلاص. بس لما عزيز بقى حكالي عن السر اللي انتم مخبينه عني طول حياتي، عرفت انه مات. في ايدك ترجعه. اللي بيموت ما بيرجعش. زكريا قال لي كلام زمان ما فهمتوش غير دلوقتي. قال لي ان القدر بيمشينا في طريق احنا ما بنختاروش. انا ما اخترتش.
بس انا لازم اكمل عشان انا حازم زين العطار. لازم اكمل عشان ابويا واخواتي وعشان حضرتك. انا شايل اسم راجل ضحى بحياته كلها عشان يبني كيان اسمه عيلة العطارين. مش انا اللي هضيع يا امي. كنت فاكر اني لما اشوفك هبطل خوف، بس كنت غلطانه. انا دلوقتي خايفه اكتر، خايفه لا تضيع انت كمان مني. لو سمعت كلامك كل ده هيضيع. حاضر اخويا، بعدها هطلع لعم سليم عشان في شغل ما بيني وما بينه لازم يخلص. مبروك العيشة يا عم، ويتربى في عزك ان شاء الله. ويتربى في عزك انت كمان، الولد ده ملوش غيرك. انت في مقام ابوه، محدش يعوض عن الاب يا عمي. بس على كل حال في عينيا. ايه طبعا لازم تحطه في عينيك، ما شاء الله الخالق الناطق صبر الله يرحمه. عبال ما تتجوز انت كمان ونشوف ابنك قريب، وقريب قوي كمان. شكلك حاطط عينك على حد. ايوه، ومحتاجك تيجي تخطبها لي. ومين دي الام هذا عيالها؟ حياه. حياه؟ ايه جارة الشيخ محمود. تمام. ايه اللي جاد لتستنجد بيك بالضبط كده. يا بس انا اللي اعرفه يا ابني إن هي يعني مش من البلد، ولا ليها أصل ولا ليها فصل، وكل اللي نعرفه إنها كانت متجوزة وعندها عيل. لو على الأصل فأخلاقها كفاية، الكل بيشهد بيها، ولو على عيل فها ربيه وهو نكسب فيه ثواب. إيه ما شاء الله عليك، وعلى رأي المثل يا مرب بغير ولدك كمان بغير ملكك. آه عمي، بجملة العيال اللي هنربيها. شو أنت هتروح إمتى وأنا أجي معاك؟ على خيرة الله. كتر خيرك يا عمي. لسه راجع، أول ما عرفت جيت على طول. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هو بقى عامل ايه دلوقتي؟ لسه مفيش جديد، مفيش. أنا حسن لسه معرفني، آسف إن أنا ما جيتش قبل كده. لا كويس إنك ما جيتش عشان تكمل علاجك. قولي صح، أنت عامل ايه دلوقتي؟ أحسن كتير الحمد لله. اللي عملوا معايا حسن والدار فرقوا في حياتي كتير قوي، خلوني بني ادم تاني خالص. انا بحمد ربنا على اللي حصل، وعايز اشكرك بجد عشان من غيرك كانش زماني بقى موجود دلوقتي. انا ما عملتش حاجه يا حازم، لولا صالح ما كناش عرفنا نتصرف. ربنا يقومه بالسلامه صالح. أنا هقول لك حاجة زكريا قالها لي زمان، حقك هرجعه لك. يعني خلاص هنعمل العملية بكرة؟ هتعمل العملية وهترجع مصطفى. والعملية دي كبيرة؟ بص على حد علمي هي مش عملية كبيرة، يعني الموضوع مش محتاج جراحة، هي تتشال بس بالليزر وفي وقت قليل جدا. وعلى كده هيبقى فيها بنج؟ اه طبعا. وانت هتبقي واقفه جنبي وهما بيعملوا لي العمليه ومديني البنج؟ والله لو ينفع انا ما عنديش مشكله خالص. ربنا يستر. انت خايف ولا ايه تمام؟ لا لا خاف. خاف من ايه؟ مش خايف من العمليه طبعا، بس انا بخاف قوي من الحقن، وبخاف كمان من البنج بصراحه. طب وانت ايه اللي يخوفك في البنج؟ مرة ايام الشقاوة عيل طلع على تيكا كان عايز يتخانق معاه ويعمل معاه حاجة كده، بعدين تيكا راح معوره في وشه، بعدين انا خدته عشان صعب عليا ورحت وديته لتمرج من الناس اللي هم تحت السلم، فطبعا اداله بنج عشان يتملك منه.
فالواد بقى قال لنا كل حاجة، أمه اتولدت إمتى واسمها إيه، وقال لنا كل شخصيته بكل حاجة، يعني مش عايز أقول لك قال لي تاني. طب وأنت إيه الكلام اللي يخوفك إنك تقوله في حاجة زي دي؟ خليها تيجي بظروفها بقى. بص يا تمانية ما تخافش، اللي أعرفه إنها بتتعامل ببنج موضعي مش بنج كلي، مع إني بفكر والله خليه يعملها لك ببنج كلي عشان نسمع الفضايح. بس ممكن ما تطلعش فضايح، مش ممكن تطلع حاجات جميلة؟ يمكن. اسمع مني يا عمار، لو ما ناويش تمشي زي ما باقي رجالة النوبة عملوا، مكانك عندي. قصدك ايه؟ سليم بيكلمني ومحتاج رجالة عشان العملية اللي جاية، وانا ما لقيتش حد يسد غيرك. قلت ايه؟ طب وسليم بيكلمك انت وما يكلمنيش انا ليه؟ وما خلانيش اكلمك. أنا بصريحة العبارة شفتك واد راجل وفاهم وقادر يتشغل تحت يدك 100 راجل. شوف يا معتصم، أنا جيت الدوار هنا بالأمر ومش همشي منه غير بكيفي، وبصراحة بقى أنا كيفي مش جايبني إني أمشي، حتى لو كل الرجالة اللي معايا سابتني ومشيت هفضل قاعد كيفي. ها يلا تصبح على خير. انت من اهل الخير. ايه قولك عاد في الكلام ده؟ الواد ده مش وش نعمة ولا يهمك، اللي زي ده في منه كتير. المهم عايزاك كل ما سليم يطلب منك حاجة تطلب قصادها فلوس. عايزين يكملوا تمن الارض بتاعت ولاد ابو عوض. ولما نكملوا تمن الارض هنشتروا سلاح للرجالة منين؟ هو انت لازم تشتراه؟ قصدك ايه؟ رقم المطلوب مغلق او غير لسه مقفول برضو؟ مش عارفة في ايه؟ ده اياد اكتر واحد بيهتم انه موبايله يفضل مشحون طول الوقت، يعني الموضوع مش انه موبايله فصل شحن، انا مش مطمنة. طب انتي معكيش رقم اي حد من قرايبه اللي كانوا في الفرح بتاعكو؟ يعني ولاد عمه اخواته اي حد؟ للأسف معيش رقم اي حد خالص. هترى عواقب سليمة يا رب. خلاص يا نادية مش قادرة استحمل، ما عنديش قوة واجه أي خبر وحش، مش عارفة إيه اللي إحنا فيه ده، إحنا في كابوس ولا إيه؟ إهدي بس يا حبيبتي، إن شاء الله هيظهر دلوقتي. يا رب، يا رب. صدق يا واد يا حازم، أول مرة أحس إنك شبه أبوك قوي كده. بقيت راجل العيلة تتسند عليه. وأنا قدها يا عمي. عارف، لأنك ما هربتش من حمل العيلة. أخواتك كمان كانوا زيك كده، بس للأسف الوقت ما سابهمش يكملوا. بس أنا هتحدى الوقت وهقف لآخر نفس فيا، وحق أخواتي هرجعه. هنرجعه. عارف يا حازم، من ساعة ما كلمتني في التليفون وأنا حاسس براحة ما حسيتهاش من يوم اللي حصل لصالح. عرفت إن زين ساب راجل هيكمل من بعدينا اللي بدأناه. زمانك دلوقتي بقيت أشطر في النشان. في الرماية يا سيدي، ما تزعلش، ده سلاح زين، خليه معاك. محدش عارف مين هيشوف ايه امتى. وبعدين يا عم سليم، ايه اللي بعد كده؟ انا عايز اتحرك على الارض. هتتحرك؟ مش انت قلت لي ان لسه في رجاله في الدار عايزين يشتغلوا معانا ومستنين الاشاره؟ يبقى اديهم الاشاره واعمل حسابك انك هتفضل هنا يومين. انا هسافر يومين وهرجع. مش عايزك يا حازم تتحرك ولا تخرج من هنا من غير حراسه. الحراسه عندك بالكون بر. ها، وقريب قوي هخليك تتحرك على الأرض يا حازم يا عطار.
يعني اللي في بالي كان صح. قاعدة هنا في المكتب، لا كلتي ولا شربتي ولا خدتي الدواء. ماليش نفس يا نادية. مالكيش نفس ليه بس؟ أنا قلت رجوع حازم هيفتح نفسك على كل حاجة ويخليكي أحسن من الأول كمان. أنا كمان كنت فاكرة كده. طب يلا قومي، قومي كلي حاجة وخدي الدواء. والله قعدة المكتب دي اللي جابت لك التعب. حاضر. حاضر يا حبيبتي. اسبقيني وأنا جاية وراكي. إيه مالك؟ في إيه؟ أصل أنا كنت عايزة أفتحك في موضوع. خير قولي. أنا عايزة أسيب القصر أنا وزين. ما تقول لنا بقى الخبر الكويس اللي عايز تقوله لنا سليم باشا. ماشي. خلاص. العملية حتتم وهنرجع نشتغل. أخيراً. ده أنا قلت العملية دي محدش هيشوف خيرها غير الورثة. عشان نشوف خيرها بقى لازم كلنا نشتغل مع بعض. المخازن بتاعتي تحت أمركم لو احتجناها. حلو الكلام. وأنا عندي رجالة زيادة كمان على رجالة العطارين لو عايزين يعني. وسليم بيه عارف رجالتي وشغلهم كويس. خلاص. كلكم بقيتوا أشقية دلوقتي. ده بتخليك على جنب أنت. أنت الوحيد اللي الجواز جاب داغك. مش تبارك له يا سليم بيه؟ أبارك له على إيه بس؟ يا عم أنت ما بتقماتش. ما تعتق بقى. كيف يا سليم بيه؟ أعمل إيه؟ أنا كده أحب واحدة في الصيف وواحدة في الشتاء. وبعدين ندعي الشروق ربنا يفك سجنها. آمين. بس المرة دي بقى على سنة الله ورسوله عشان ربنا يبارك لك ويبارك لنا كلنا في العملية. عيني على اللي حب ولا طلش. بس نقول إيه؟ هي مأمنة للرجال. يلا كله نصيب. أنا مقدرة اللي أنت فيه ومزعلانة منك. بس قولي لي ايه رايك في الفستان السواري ده؟ ربنا يخليها جيهان هي اللي سلفته لي لما عرفت ان راح اصبح على الواد يحيى وعروسته بنت الذهب. على الله يعجبها. ما انتش عارفه انها بنت باشا. مش ايه يا ام يحيى؟ ما تكملي. يتقطع لساني لو كنت اقصد حاجه من اللي انت فهمتيها دي. النبي يا اختي لو حلفتي لي على الميه تجمد ما هصدق غير حاجه واحده بس، ان انت عايزه تهزقيني. ولو انت فاكره ان انا هسكت لك زي كل مره تبقي غلطانه. ولو انت فاكره برضو ان انا كنت بجري ورا ابنك تبقي غلطانه. انت عارفه انا كنت متجوزه مين؟ زكريا العطار. ما هو يحيى العطار ابن زين العطار يا حبيبتي. معاكي حق يا حبيبتي، بس زكريا ابن جيهان هانم الفخران مش ابن هناء الصايغ. ويلا بقى الحقي روحي باركي للعروسين، بس ما تخشيش عليهم بجو الزغاريت والجو البلدي ده عشان بس ما تكسفيش ابنك قدام بنت الباشا. يلا. اخر حاجه كنت اتوقعها ان انا اتحط في موقف مع حماتي بقى وتيجي وتزورني وكده. لا وبالذات بقى لو هناء هانم الصايغ. يعني ايه؟ مش فاهم. بابي كان دايماً بيحكي لنا على موقفهم مع بعض، الحاجات اللي كانوا بيمروا بيها في الحارة. أقولك على سر؟ تعرف إن هو كان بيحبها قبل ما زين العطار طبعاً يجي وياخدها منه. عشان كده أبوكي كان بيكره زين؟ لا طبعاً مش عشان كده. مش عارف القصة ولا إيه؟ دوري في أي حكاية إرهام على الكلام اللي ما تقالش هتلاقيه هو الحقيقي. عامةً يعني متزعلش من اللي هقوله، بس احنا جو العزومات ده مش هينفع ناخد عليه خالص. احنا مش فاضيين للكلام ده. هو انت ليه محسسان ان انا بقولك هجيبها تعيش معاكي وتطبق على نفسك؟ الست جاية تبارك لابنها الوحيد وتعمل الواجب وتمشي. مش كفايه ما حضرتلوش الفرح اللي كانت بتحلم بيه؟ انا ما قلتش حاجه على فكره. ما انا نازله استقبلها واقعد معاها اهو. انا بقولك عشان تبقى عارف بعد كده. هو انت ليه يا رهام ما بتكمليش الحاجه الحلوه للاخر؟ في ايه يعني لو كملتي كلامك من غير ما تقولي ما تجيبش امك تاني؟ الناس كانت تمشي وراكي يعني وتعايرك وتقول لك يا لما جبتيش حماتك تاني؟ والله انا مش عارفه تمانية حظ وحش كده ليه. سيبك بقى من تمانية ده يا ياسمين. ادخل. ازيكم؟ جيجي بنفسها عندنا في الاوضه. تعالي يا مامي، تعالي اقعدي معانا شويه. لا خليكم براحتكم، انا بس قلت اعدي اشوفكم قبل ما اروح انام. ايه ده يا ماما، انت مش عايز تقعدي معانا ولا ايه؟
نادي قالت لي ان اياد مش بيرد عليكي، وصلتي له ولا لسه؟ يا مامي ما تشغليش بالك بالموضوع ده خالص، تلاقي بس موبايله فاصل شحن ولا حاجه وتلاقي مش واخد باله اصلا. بس انت مالك يا حبيبتي؟ وشك مش مظبوط، انت تعبانه يا مامي؟ طب انا هكلم الدكتور. لا 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 لا، ملوش لزوم، هو بس حازم كان وحشني قوي و ملحقتش اشبع منه، جا ونزل على طول، يعني ده اللي تعبني شويه. طب ولا تضايقي نفسك يا حبيبتي، اكلمهولك حالا وخليه يجي دلوقتي. خلاص مش هيقدر يرجع دلوقتي. ايه يا ماما الكلام اللي انت بتقولي ده؟ بس بتخوفيني ليه؟ هو في ايه يا مامي؟ وطمنينا. مفيش حاجه. اقول لكم ايه، ناديه مرات اخوكوا قالت لي انها عايزه تاخد زين، يعني تربيه لوحدها بعيد عننا، ما حبيتش اقول لها لا، بس انا عايزاكوا تروحوا تقعدوا معايا تعرفوا مالها، يمكن زعلانه مننا في حاجه واحنا مش واخدين بالنا، برضه لازم نسال ونراعيها هي وابنها. وعاليه كمان، يا عاليه في ما بشوفهاش كتير ليه؟ عشان المدرسه بس يا ماما، ما تقلقيش انا معاها. ربنا يخليكوا لبعض يا حبيبتي. خليكي لينا يا رب. وهي دي نازله جايه لكم ومش شيكه الشياكه دي كلها، الاقي لك مين في وشي؟ مين ياما؟ ناديه بنت الرايه يا اختي، على النار اللي بتبص من عليها لما عرفت انا جايه ابارك لكم. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، لازمته ايه ياما الكلام ده دلوقتي؟ مالك يا مراتب؟ مالك يا حبيبتي؟ من اول ما قعدنا كده ما سمعتش حسك ولا رحبت بيا ولا حاجه. لا ما انا حابه اسمع حضرتك يا بنت. كل دوره ياما، كل دوره. دوره؟ دورة ايه يا ابني في الصباحية؟ امال فين يا حبيبي الديك الرومي والبط والوز؟ فين يا حبيبتي الحاجات ديت عشان الواد يتقوى؟ قصري يا اما. حاضر هقصر هقصر يا اخوي. عارفه ابوكي؟ كان جاري واحنا صغيرين، كان صبي من صبيان ابويا، بس الزمن. لا ما انا عارفه يا طنط، بابي كان دايما بيحكي لي. اطمني، انا دايما فخوره ان بابي ابتدى من الصفر. وانا برضو ابني يحيى ابتدى برضو من الصفر. بس ابني ده هيبقى احسن واحد في البلد كلها ان شاء الله. يحيى جدع ويستاهل كل خير، وان شاء الله هيبقى حاجه كبيره. متشكر يا رهام. امال اللي هناك ده سوشي؟ ده هناك السوشي؟ لا ده مش سوشي ياما، ده كلمنتاري. كلمنتاري؟ ده انا مهريه سوشي وكلمنتاري هناك في القصر اما تهريه. بالهنا والشفا ياما. الله يخليك يا حبيبي. هو ده الموضوع كله. تسرجنا ويقتلني. وعز مش عارف يعمل حاجه، وقال شوفي لك مكان تداري فيه لحد ما اشوف لك صرفه، وانا ما لقيتش حد غيرك يجي يتكلم معايا. مروان ممكن لو سمحت تقولي ان انت هتساعدني؟ طبعا
انا كفايه عليا ان انت جيتي حكيتي لي كل الكلام ده. بس انا خايفه قوي يا مروان. انا ياما قلت لعز بلاش اللعبه دي وخلينا نروح بيتنا احسن، بس هو اللي رفض. واديك شايف احنا فين دلوقتي. بقولك ايه، ما تكبرش الموضوع اكتر من كده. بصي انا بالنسبه لي احميكي من سراج ومن اي حد، بس الموضوع كده ملوش حل واحد. انا ده اتجوز وبيخلي دكر يقرب منك وانت مرات مروان جلال. انا بحبك. موقفك لوحدك؟ بفكر في حاجة شغلاني. لما انت اللي مصحيكي. نفس اللي مصحيك. بفكر في حاجة. خير؟ خير. بصراحة انت السبب. حاسة اني ظلماك. من ساعة ما جيت هنا ما كنتش مرتاحة لك واصل. ومع الوقت بقيت واثقة فيك وبقيت مرتاحة لك. ولما عرفت ان المخازن كانت هتتسرق حسيت انك وردي. ما عارفاش ليه، بس عرفت انك لما كنت عايز تسلمهم لحسن كبرت في نظري قوي يا عمار، وكبرت اكتر لما عرفت انك ما رجعتش لحسن مع ان الرجاله سابوه. قول لي يا عمار، ايه اللي خلاك تقعد هنا؟ استنيت علشانك. استنيت علشان انا بحبك يا رويه.